ان شاء الله، قولوا ان شاء الله تطلعوا من اللجنه. نطلع من اللجنه ندعي عليك يا مثلا حصلتك مشكله في البيت هتخش تقفل ان شاء الله. ده انا لو جايب لافاش كريمه راجع معاها يا جماعه 6 56 امتحان اكيد في حاجه هتحصل في دماغه. مطلوب منك ان انت تكون جدع وراجل وبنت هانم خايفة على مصلحتها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ابنائي بناتي طلاب دفعه 2024 كل سنه طيبين، معاك بابا حبيبك مستر حسن نجار، منصه سوبر اونلاين اكاديمي. بشرى لكل طلاب ثانويه عامه على مستوى الجمهوريه رسمي. هنبدا مراجعتنا. مراجعتنا الاساسيه اسمها فاينل ريفيجن براكتس. يعني يا مستر احنا جايين نطبق ونحل كتير جدا جدا. نتقابله مع مستر حسن مره في الاسبوع مع كم ضخم جدا، ادعي لك ربنا يقويك عليه. طب في ناس هتخش معنا تراجع بيقولوا يا مستر احنا كنا مأجلين زين الانجليزي، مأجله الانجليزي يا مستر لاخر السنه كانها ماده. بسم الله ما شاء الله الناس مطلعه سمعه انها تقريبا بقى ماده هامشيه، ما يعرفوش ان هي كم بوكاب ضخم جدا. ناس اللغات مع احترامي حبايبي بنات التجريبي الشطار ربنا يحفظهم ويحميهم بذلوا مجهود كبير جدا في مواد، بيتعاملوا مع المواد كده بالحب وبكم الدرجات. لا احنا 170 درجه، نحط العربي مع الانجليزي مع اللغه الثانيه، اللغات حوالي 40-45% من المجموع، ودي حاجات بترفع مجموعك. فازاي انت تهملها وتقولها لمها اخر السنه؟ عايز تلمها تعالى نحاول نلمها. وانت بتراجع معايا حل امتحانات عامل لك كورس جميل قوي اسمه فاينل ريفيجن اكسبلانيشن على منصه السوبر اونلاين اكاديمي بالتوازي مع زمايلك اللي معايا من اول شهر 8. يعني طالب ما غابش ولا حصه، طالب بيسمع، طالب عنده طول بال ونفس، انت داخل كده كده مع اللجنه. فهتعمل ايه؟ هنديك دي على جنب اسمها فاينل ريفيجن اكسبلانيشن، لها مذكرتها، لها مجرى لوحده، لها تراك لوحده. انت كده كده واقع منك اللي انا ما سمعتش منها بتركيز، خش على اكسبلانيشن. في نفس الوقت هتخش مع شغلنا اللي هو التدريبات بقى اللي انت جاي تحلها. تمام، بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايف طلاب هيبدأوا من 9-3 هيتواصلوا مع الدعم بتاعي. هتلاقي 12 يونتس بتوعك مشروحين بالتفصيل الممل. طب عايز حاجات هدايا على اليوتيوب؟ عندك يا سيدي 12 شابترز بتوعنا جريت اكسبكتيشنز، عندك افكار كتيرة على السكيلز، امتحانات كتيرة برضو محلولة. انت كده الى حد ما ملكت المنهج، بس انا ما اقدرش املك المنهج من غير مراجعتنا اللي هم 8 حصص اليوتيوب. هم كانوا 6 الصراحة، بس امتحانك 22/6 ما اقدرش اسيبك بدري، هسيبك على 1/6 ولا حاجة عشان تخش بعد كده في مود امتحاناتك، ما تنساش المادة. فانا النهاردة معايا اول حصة رسمي بعد ما اعمل حصة جميلة اسمها A Perfect Solution لحل التشويسز، وراجع كده مراجعة كاملة عندي على منصة السوبر اونلاين اكاديمي او عندي في السنات اللي انا فيها. هتبدأ رسمي الثمان حصص. المحتوى بتاعهم حبيبي الله يبارك لك يا اما نماذج ثانوية عامة سابقة، انا بقالي دلوقتي داخل على 31 سنة عامل مذكرة على 3 النماذج اللي كان بتعملها لجان من الدولة، ازاي ابدأ انا بافكاري من اولى ثانوي وثانية ثانوي كفوكاب وجرامر، وازاي اخش واشق طريقي في المنهج والتنظيم حديث. فنعمل ايه؟ شغلك بعمله، منهجك بحل عليه، الورك بوك بحلهولك، امتحانات وزارة الارشادية بحلها لك، وليه شغل انا بقى بجيب لك امتحان من 2011 من اول ما قالوا سلسله هالو، وده اللي ربنا بيكرمنا بيه لما يبقى في تركايه اخر السنه ربنا بيرزقنا فيها من مذكره المراجعه. طب يا مستر ايه المطلوب مني ان شاء الله اول حصه؟ مطلوب منك ان انت تكون جدع وراجل وبنت هانم خايفه على مصلحتها بقى. انا بادئين مش على فكره مش بدري، لان انا ما ينفعش اجيبك حصه زياده، انت داخل عندك رمضان في السكه، وداخل عندك عيد، وداخل عندك امتحان الثالث لازم اشوفك فيه برضه. فانت عندك هنا بالذاكله يونتس بما يرضي الله عشان اطبق عليهم بس، وبالذاكله 2 شابترز بما يرضي الله دي خريطتك في الاسبوع، ومعاك 8 امتحانات. هنقدر هنقدر بحل معاك 4 في القاعه، 4 على المنصه، و4 نزلك هديه من نموذج الاجابه. ولو انت جدع بقى وخايف قوي حل اللي مجاوبين الاول يرفعوا من كفاتك ويزقوك سنه. تمام، تخيل انت لما قلت 8 امتحانات يا اولاد وكمان حصه 8 16 امتحان، عارف يعني ايه؟ يعني 32 قطعه فهم. ربنا يعينك على اللي هتشوفه. طب دي اول حصه يا مستر بالسلامه. ما ننساش عندنا 100 جمله تشويسز من نماذج، سيبوني في حالي بقى قديمه، ما تسالنيش على قديم وجديد الله يكرمك. انا عارف انا بعمل ايه عشان في الاخر لو ربنا كرمنا بحاجه بتبقى مميزه لسه. واي كلمه يا سيدي غريبه ما بتصبه في مصلحتك تقابلك في كده كومبريهنشن او تقابلك في ترجمه، تخش معايا كده تلاقي الخريطه ديت كله استلمها الحمد لله.
ان انا عندي الهوم ورك 4 امتحانات بشتغلهم معاك. عندي 4 بالموديل انسر، يبقى انا كده عامل لك دايره ان انت بسم الله ما شاء الله كفاءتك. بتقدر بتقدر يا ابني، احنا في القاعه بتاعتنا ملائكه حوالينا، النظر علم، مش جاي نهزر احنا مع بعض. فالولد هشدد وشه والبنت جدعه، كل واحد معاه قلمه الاحمر بتاعه، لما الفسفور الهايلايتس بتاعتك الجميله. ما تستنيش يا ابني بتذاكر انت، عندك سيلف ايفالويشن من نماذج قديمه جديده برمي لك من جمله هديه من الجوابين. تيجي تسمع لي بخط ايدك بقى قدامي كده، بتكلم في الكلمه الاقي القاعه كلها بترد عليا، ولو انت اولاً هترد عليا برضه، هتسمع لي 2 يونتس و2 ايه شابترز. تمام. الحصه الثانيه معلمه بقى 26/3 برضو، عندك بالسلامة 4 امتحانات، وصلنا رقم 16. عندك 2 يونت 3 و 4، عندك 2 شابتر 3 و 4، وصلنا في التشويسز الى 200 لوحدهم على جنب برضو. تخيل بقى يا سيدي. هنخش بعد كده على اكسبيرمنتال اكزام، امتحان تجريبي هنعملوه الاخير. تمام، بروفة اخيرة. تمام، 10 الاواخر من رمضان، والاسبوعين طيبين. بعدها خد لك اسبوع ريست عيد، يبقى شهر 4 خدنا منه حصتين. مين هو شهر 4 اللي فاضل؟ يوم 16/4 العودة، ناخد الحصة التالتة. يوم يا سيدي 23/4 توصل للامتحان رقم 32، وتوصل بالسلامة ليونت 7 وشابتر كام؟ 7 و 8. يا سلام على 30/4 بنودع، وصلنا لرقم كام؟ 40. بس اللي عنده طولة بال بقى، تمام، ما انا بادئ السنة مع اولادي اقول لهم ان شاء الله، قولوا ان شاء الله تطلعوا من اللجنة، نطلع من اللجنة، ندعي عليك يا مثلا تعبتنا وقرفتنا والامتحان طلع فاشل في الاخر. فانا ارجوك الامتحان يبقى سلس بالنسبه لك. التدريبات هي الامل، هي المستقبل بالنسبه لك. وصلنا للحصه السادسه وداعا للمنهج بقى، اخر حصه احلى حصه. ودايما اقول لعيالي والله العظيم انت من انجح الطلاب. ليه؟ لان يونت 12 يا مستر اتسمع معايا 3 مرات، خدته على حصتين في الهادي واعصاب هاديه، دخلته في امتحان تجربه زي ما انت شايف، وادي قدامك يا حبيبي بيعاد تسميعه مرة تانية يوم 7/5. اما هيبقى في بقى امتحانات يسموها جلوبال يا مستر، هنوصل امتحان رقم 56 على التوالي، وبختم سنتي ان شاء الله موقع لونج مان كان عامل لي 700 جملة نزلينك في شهر 5 اللي فات، نزل 700 اي حاجة هتكعبل فيها في الخريطة هرمالك على اليوتيوب على قناة المستر. اوعى تنسى اكزام نايت، نزلك برد يوم 28/5، وكفاية عليك وكفاية عليا. ربنا يتمم السنة على خير، ودايما تدعي بحاجتين، يتمم لك ثانوية عامة على خير، وجدولك يبقى محترم ومريحك نفسيا. انما انا جدولي قبل ما اشوفه انا عارف اللي هيحصل لي. انا ومدرسين اللغة الانجليزية دايما مظلومين والله يا جماعة. امتحان ده يبدأ دايما بعربي رايح ينخش انجليزي. او لو في النص في وسط المادة هو برضو اليوم ال 24 ساعة. فانا دايما شغال معاك ليه؟ النهاردة عندك عربي، لا قدر ربنا حصلتك مشكلة في البيت هتخش تقفل ان شاء الله. تقفل ليه؟ ده انا لو جايب لافاش كريبه راجع معاها يا جماعه يا جماعه يا جماعه، جايب لافاش كريبه راجع معاها 56 امتحان، اكيد في حاجه هتحصل في دماغه. ما هو مش معقول يعني، ما فيش تغير هيتم يعني. يعني انت لازم تحسسني ان انت بني ادم يعني خايف على مصلحتك. فده شيء طبيعي ان انت هتلاقي الهبل ده اللي قدامك ده عامل انجاز في الاخر. يعني انت مستغرب ليه؟ ما هي دي هي بقى طوله البال اللي بينك وبيني بقى، تحاول انت تنجز معايا نبقى ثواب. حبيب لونج مان معانا، حبيب اكزام نايت هيوصل لك بدري. ما ننساش شعارنا ان شاء الله، عامل لك السنه دي 100 كلمه سبيس انت تقعد تحل عليهم، 100 كلمه فوق المنهج، 100 فكره فوق المنهج. ما تنساش تعمل لي سبسكرايب على القناه، وصلنا 166,000 سبسكرايبرز، حاجه تشرف ولاد المستر. سيبكم مني انا بحبك انا، دي حاجه ترجع لك انت يا حبيبي الله يكرمك. الجروب بتاعته اللي هو مستر حسن معدي ما يكرم من 114,000، يعني انت خلاص اساسي معايا على الجروب بينك ثواب. الدعم والتواصل 24 ساعة معاك، تركز في تليفوناتك والناس اللي معاك يكون معاك طول البال. اتمنى لك الخير كله، الخير كله والنجاح كله، والقاكم ان شاء الله في احلى الجامعات. كان معاك بابا حبيبك مستر حسن نضال. باي باي.